مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، إذا الأجواء ستبقى مشمسة تماما بالمناطق الغربية مع هبوب رياح قوية نسبيا فيما يخص المدن الساحلية الغربية، سرعتها يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. الأجواء متقلبة، تارة بعض الأمطار غير مستبعدة فيما يخص السواحل التي تقع شرق العاصمة وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية. السحب تبقى كثيفة وسفلة فيما يخص المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية مع نشاط رعدي مرفوق بأمطار، بداية سيميز منطقة الثورة شمال الصحراء وحتى منطقة الواحات، خلايا رعدية منعزلة بأقصى الجنوب ومرتفعات الهجار والتاسيلي. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، درجات الحرارة الدنيا لتقارب 17 درجة بالجزائر العاصمة، وهران مستغانم 19، بعنابة سكيكتا 9 درجات، بالجلفة 7 درجات، بالبيض 11 درجة، بباتنا وحتى بتيارت لن تتعدى 18 درجة، بشمال الصحراء 28، بأدرار إن صالح 22 إلى 24 درجة، بمرتفعات الهجر والتاسيدي لتقارب 28 درجة بإنكسان. ظهيرة الغد بحول لها الحرارة القصوى تبقى دائما في استقرار، 30 درجة بالجزائر العاصمة، عنابة سكيكدا 28، بوهران مستغانم تيزي وزو 26، بقسنطينة سطيف باتنا 21، بالجلفة 23 درجة، بتيارت 17، بالبيض لن تتعدى 29 درجة، بشمال الصحراء 38، بأدرار 40 درجة، بإن صالح ترتفع ببرج وجه مختار لتقارب 44 درجة مئوية. للملاحة والصيد البحري، فالبحر سيكون مضطرب وخاصة على السواحل الوسطى، يمكن أن يصل أو تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى وحتى الغربية 40 كيلومتر في الساعة على السواحل الشرقية. الرياح ستأتينا وفق التيارات غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية، لكن غربية تماما على السواحل الوسطى والشرق. شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوئها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و40 دقيقة. على وين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.